انا يمكن نقول لك انا ابن الكاك وترعرعت في الكاك ويمكن محظوظ يعني مريت من الفتره الاسطوريه ديال كره القدم. ماشي قناه ريال المغربي اللي ما غتكررش، تنقولوا غنكرها الكاك، نقول لك غنعاود نكررها. فريق يحتضر، فريق فقد بريقه، فريق فقد بريقه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. ماشي غير انه نزل القسم الثاني، فقدت هذيك الطابع الكروي وديك الفرجه. ولما يصبح فريق هاد الخمس سنين او 10 سنين الاخيره يكون الموسم يجيب 20 لاعب و24 لاعب، عن اي تكوين نتحدث وعن اي افاق نتحدث وعن اي اعاده الامجاد نتحدث. نعتقد يمكن مؤخرا عوده بعض القدماء كالبوحيوي وخليفه عبد اللطيف لما من رموز نادي قناه ريال من كره القدم المغربيه، نظن غيعطيو دماء جديده. ولكن الى خلو السلطه القرار قول سلطه القرار اللي تكون عندهم يد بطبيعه الحال، لازم تكون عندهم يد في الانتدابات. ان المشكل ديال القطري في الانتدابات، يعني صراحه نقولها بكل صدق، اي لاعب نهى مساره او فشل في مشواره كروي او فقد البوصله الا وكيجي لنا القطري واللي كيأدي الضريبه والثمن في اخر المطاف هو فريق النادي القطري. مع الاسف فريق ينتمي لمدينه تتنفس كره قدم. وما نعاودش نكرر باش نقول بان جمهور النادي القطري واحد من افضل جماهير كره القدم، جمهور كيصنع الحدث. اسف كبير واسى كبير تكون عند مدينه الجمهور الكبير والعاشق في الوقت كنجرو فريق السنه بعد اخرى يتقزم، السنه بعد اخرى يفقد طابعه المعروف عليه، السنه بعد اخرى كاين هناك تباعد بينه وبين المحبين والعشاق الحقيقيين. فامل كبير، امل كبير بان تضافر جهود كل القنيطريين باش يرجع الفريق لمكانته الطبيعيه. ولا بغى يرجع ما يرجعش في سنه واحده. انا في رايي المتواضع الكاك خاصها استراتيجيه خمس سنوات قادمه باسس صحيحه وتكون فرقه ستركتوري وواحد اعضاء في مكتب مسير بواحد كاريزما كبيره وبفكر مقاولتي يمشيو يحتوى على راس عميل ماليه وبناس يعني عندهم خارطه الطريق ما بين ثلاثه وخمسه وسته وربما اكثر على مستوى المستقبل الى جو هاد العوامل وبهذه المسانده اللا مشروطه للجماهير القنيطريه العاشقه لكره القدم والمتيمه بحب النادي القنيطري. عدا ذلك يمكن تنكبوا الماء في الرمله والشيء اللي ممكن الشيء اللي ما نتمناش يحصل للنادي القنيطري في غضون السنوات القليله القادمه.